اهلين يا جماعة. الله يعطيك العافية يا شادية، تعبتي مو هيك؟ أعوذ بالله، نارة مثل بنتي، حدا بيتعب من بنته؟ بس تصحي رح آخذك أحلى مشوار بالسيارة. بتخليني سوق؟ بخليكي. نارة أنا آسفة إنه ما خليتك تروحي معنا. معلش سوسو، هي مو أول مرة تتغلظي علي. منيح اللي ما راحت معكم، كيف كنتوا ممكن تتصرفوا؟ لو رحت معهم ما كنت مرضت، اصلا انا منزعلي من هون مرضت. بعيد الشرط وبرين الشرط. سلامتك من المرض يا روح العمله. ايه انو مرض؟ ليكيها ما احلاها مثل الورده. خذي خالته، هي اللعبه الي. شو عجبتك حبيبتي؟ تسلمي خالته، بدي احبها كثير. نارا هلا بدك تعزفينا شوي لنشوفك قديش طورتي. ايوه نارا باي. اعطيني الجيتار. وين الجيتار؟ سوسو ناولية الجيتار. وايه الجيتار؟ يلا برافو نارا، برافو نارا. يا جماعه اسمعوا مني، ما بصير هيك تضلوا قدام البنت، مو منيح مشانها. والله معك حق يا نعيمه. يه شو معها حق؟ ما بنطمن على بنتنا. يا اولاد الغرفه خنقت، يا ريت تفتحوا لنا الشباك شوي. لا سهري عادي، ننبه علي ما حدا يفتح الشباك. بس فعلا الغرفه خنقت من العجقه، اصلا كل قعدتنا هون ما لها مزبوطه. بصراحة كمان منبه علي سهري عادل ما حدا يقعد مع نارا. يا لطيف شو موسوس.